ماذا تعرف عن الواقع الافتراضي؟ الجواب بحياتك. أنت صادق الجواب عند الزميل المهندس ماجد غريب، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم يا هلا. أكيد في كتير ناس سمعت عن الواقع الافتراضي أو الـ VR، اختصار لـ Virtual Reality، والواقع الافتراضي المعزز ترجمة إلى Augmented Reality أو الـ AR. هدول كمصطلح تقني بيعبر عن أنه كيف الواحد ممكن بالـ Virtual Reality يشوف واقع افتراضي عن طريق لبس نظارة معروفة كانت بكثير من شركات صنعتها، منها شركة سامسونج اللي سويتها مع الموبايل. بيلبس النظارة وبيشوف واقع مختلف. الشيء الجديد اللي هلأ عم يكون أكثر تطويراً من الـ Virtual Reality هو الـ Augmented Reality أو الواقع الافتراضي المعزز. المقصود فيه أنه أنت تلبس نظارة العادية وتشوف أشياء إضافية، أو من خلال الموبايل أو التابلت ممكن تشوف الكاميرا زائد إضافات عليها. يعني ممكن تحط الموبايل تشوف تصور الواقع العادي زائد يضيفوا لك عليه الواقع الافتراضي. يعني تطبيقاته كتير 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 كبيرة، لكن أهمها مثل أشهر شيء صار هي لعبة بوكيمون جو اللي كانت معروفة إنه هو بيشوف الواقع وبيشوف اللعبة ضمن الواقع اللي عايشه، واللي تسببت بحالات بحالات كتير. أكيد يعني. أكيد. طب شو التطبيقات الثانية وشو فائدته هو؟ أكيد. هلأ أول شيء الواقع الافتراضي المعزز اللي هلأ عم يصير فيه كتير أبحاث عليه. خلينا نحكي أول عن أنه كيف عم يتطور. عم يتطور بسبب تطور التقنية بشكل كبير بالعالم. يعني عم يصير فيه معالجات، خصوصاً المعالجات للجرافيك أو المعالجات الرسومات بشكل كتير متطور. هذا الشيء عم يسمح بأنه للأجهزة الموبايل الحديثة أنه تكون تعالج معلومات بدقة كتير بسرعة كتير عالية، وتقدر تسمح أنه الواحد يضيف رسومات ثلاثية الأبعاد ضمن الواقع. طبعاً أحد الشغلات اللي كانت بنسخة الأبل الآي أو إس 12 الجديدة اللي على أجهزة الآيفون والآيباد، هي بتسمح لتجربة فريدة وجديدة من هذا الواقع الافتراضي المعزز الـ AR، اسمه AR Kit. هذا الشيء عم يخليهم صار في تطبيقات أكبر على أجهزة الآيفون يعني لتفرج الناس أكثر عن الواقع الافتراضي المعزز. منها برنامج القياس اللي كان مستخدم بأنه كيف تقيس طاولة مثلا من خلال الموبايل نفسه. طبعا تطبيقاته كثيرة. أهم تطبيقات ممكن تكون للمستقبل هي مجال التعليم. أنه الواقع العادي بنعرفه نحن أنه الولد بيفتح الكتاب وبيقرأ بيدرس بهي الطريقة، لكن ممكن من خلال الواقع الافتراضي المعزز الطفل يعيش تجربة مختلفة، خصوصا مع تطور التقنية. يعني من خلال جهاز الآيباد يشوف أشياء أو يتعلم بشكل أفضل ويشوف شغلات 3D وأنيميشن أكثر بحياته. يعني ممكن تكون أقرب الصورة له من خلال التعليم. يعني بصير بيشرحوا له المادة بيطالعوا له الأشياء. أكيد هيك. أكيد بيشوف شغلات أكثر واقعية بحياته يعني. طب ماجد، دائما بيخطر على بالي سؤال إنه في إلى مخاطر هاي القصة، ودائما ممنوع لعمر معين للأطفال، بيكون في دراسة مكثفة عن هذا الموضوع ولا هي مجرد خلص مبيعات ممكن إنها تنتشر بين الأطفال بين الكبار؟ أكيد. هلا معظم دراسة الآثار الجانبية لا. أكيد معظم الشركات التكنولوجية قبل ما تفكر بتطوير البرنامج أو التطبيق بيفكروا بأنه كيف بده يكون سهل الاستخدام للناس وكيف فائدته العملية. يعني في كتير برامج تم إلغاء، حتى أجهزة تم توقيف المشروع بسبب أنه طلع له آثار أو ما زبط بشكل ملائم للناس. من نظارات جوجل اللي هي معروفة جوجل جلاس وقفوها أول نسخة منها، وهلأ عم يشتغلوا على نسخة جديدة طبعا بسبب انه في الى يعني بجوز صعوبه الاستخدام او حتى كانت تجارب. لانه ليش عم نحكي انه هي تقنيه للمستقبل؟ لانه ممكن تكون فيها
كثير اشياء لازم تتطور قبل ما توصل للناس بتصير بين ايدين الناس يعني بشكل تقنيا للمستقبل، والتسارع كبير بموضوع التكنولوجيا عموما. أكيد. وين رح نصير وامتى؟ يعني شو اللي رح يصير بعد سنه بعد خمسه بعد 10؟ نحن بدنا نشوف فيديو صغير لشركه اسمها اثير لاب، سويت فيديو لتخيل للمستقبل القريب للمستقبل كيف رح يكون مع وجود الاوجمانتد رياليتي. ممكن نشوف الفيديو. يلا نتابع. حلو الواقع الافتراضي. ايه لا انا حسيت انه خلص هبال، يعني تخيل انت عم تعمل كل شيء وانت بس اسهل بكثير وفي شيء يعني كله الديكور مثلا بيطلع لك. هي اظرف شغله على فكره، كثير يعني كثير تطبيقات رح تكون بحياتنا ممكن يتخيل الانسان. طبعا التكنولوجيا ما لها نهايه ما لها حدود، وهذا الشيء اللي ممكن يتحقق باي يوم يعني ما حدا بيعرف. لكن في تطويرات كثيره عم تصير، منها هلا شركه فيسبوك اعلنت الاسبوع الماضي انه رح تبلش بلشت بمشروع لنظاره ذكيه، وشركه انتل كذلك كان عندهم مشروع لنظاره ذكيه عم يشتغلوا عليه. الدليل انه هاي شركات تكنولوجيا مهتمه بتكنولوجيا المستقبل بشكل كبير، وعم تستثمر فيه بشكل كمان كثير كبير لحتى يوم من الايام رح تكون متناول كل ايدين كل الناس اكيد هاي الاشياء. طب هو بس لما بيعمل هيك وبيطلعوا الاشياء هي كيف بيطلعوا؟ يعني في هلا هي مو جهاز، هي عباره عن الكاميرا نفسها لما بتلتقط حركه الايد، مثل هلا ما كان في موجود ببعض التطبيقات مثلا التلفزيون الذكي اللي ممكن توطي الصوت وتعلي الصوت من خلال كاميرا بتلقط هي. حتى الالعاب اذا بتعرفوا لعبه الاكس بوكس معروفه فيها كاميرا، او حتى لعبه سوني بلاي ستيشن بتلقط كاميرات الطفل مثلا وبتحاكيها لأفعال موجودة باللعبة نفسها. فهذا الموضوع متاح حاليا، لكن كيف رح يكون هالتناغم كامل انه وصل لهالمرحلة اكيد ما بكره ما عاد في داعي الكاميرا ما تاخذك، بنعمل هيك ماجد بطير من الكاميرا. شكرا لك ماجد غريب يعني. الزميل والمهندس، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمة. فاصل ومكملين معكم فقراتنا من الشمس.